أحسن الله إليكم. يقول: هل الإنسان المتسبب الذي لا يعمل وليس لديه دخل ويستحق الضمان الاجتماعي ومبلغا آخر من المال يقال له العادة، هل من يأخذ عادتين مع الضمان الاجتماعي مع العلم أنه محتاج إلى ذلك وليس له دخل سواه، هل يأثم؟ هذا حسب نظام الحكومة. إذا كان نظام الحكومة يسمح بأن يأخذ ضمانا ويأخذ عادة سنوية فلا بأس بذلك. أما إذا كان نظام الدولة لا يسمح بهذا ولكنه يخفي هذا الأمر فلا يجوز له هذا، عليه أن يبين. نعم.